11 تنقل إلى ملعب 20 أوت للبحث عن نقطة البقاء ضمن المحترف الثاني أمام شبيب سكيكدا الغير معني بالسقوط. أبناء حجار كان لهم ذلك بعدما فرضوا التعادل على الفريق المحلي في مواجهة غابت عنها العروض الكروية الجميلة. اتحاد 11 سيطر نسبيا على مجريات الشوط الأول لكن دون التجسيد، وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني نفس السيناريو، سيطرة نسبية من جانب اتحاد 11 لكنها دون جدوى. المحاولة الوحيدة في المرحلة الثانية كانت عن طريق بومشرى التي علت كرته مرمى الحارس الربيع لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0 لمثله.